في البدء توجه بالشكر الجزيل للدكتور برهم على هذه الدعوة الكريمة والحضور بهذا الملتقى المهم الذي يسلط الضوء على الكثير من التحديات التي تواجه البلد وتواجه المنطقة أيضا. حقيقة السؤال كان مختصر وقصير، لكنه سؤال كبير يحتاج إلى حديث طويل. التحديات والتي تواجه النمو، كلفت بإعداد موازنة عام 2023 و24 و25 بعمل صعب استمر لحوالي 3 أشهر، وكنا أمام خيارات محدودة وأمام تحديات كبيرة. ابتدأنا في قضية إعداد الموازنة بالذهاب باتجاه تحديد ما هي الأولويات وفق البرنامج الحكومي بشكل واقعي، لكن في الحقيقة عندما ذهبنا إلى الإنفاق وجدنا أن الإنفاق قد تضخم بشكل كبير يقابله محدودية في الموارد. هذا الأمر دفعنا بضرورة إعادة النظر بأبواب الإنفاق وضرورة تحديد هذه الأبواب بشكل ينسجم مع توجهات الحكومة. لهذا في خلال 3 أشهر ربما لا أبالغ إن قلت وضعنا أكثر من 5 أو 6 نماذج لموازنة اتحادية للحكومة العراقية على مستوى السنة الواحدة. التحديات التي تواجه حقيقة النمو في العراق هي ما أشار لها البرنامج الحكومي بضرورة التعامل معها بشكل مباشر. هي أبرز هذه التحديات هو الإنفاق التشغيلي، وقد أيضا لا ألوم أحد، لكن لسبب بسيط جدا كوني جزء من هذا النظام السياسي منذ 20 عام. الإنفاق الكبير وتأجيل الكثير من الجوانب المالية وضرورة معالجتها جعل هذه الحكومة تواجه تركات كثيرة للحكومات التي سبقت، منها تسديد الدين الخارجي والداخلي، منها زيادة الإنفاق على التشغيلية. القضية الأخرى زيادة الكتلة النقدية التي وفق الموديل الاقتصادي والنموذج الاقتصادي يجب أن يكون مصاحب لها عملية تضخم كبيرة. أنا أتذكر عندما كنت رئيساً للجنة المالية في نهاية الدورة الثالثة من مجلس النواب، كان السيد محافظ البنك المركزي وهو موجود بيننا الآن محافظاً للبنك في ذلك الوقت، كانت الكتلة النقدية لا تتجاوز 40 تريليون دينار. في بداية تشكيل هذه الحكومة توجهت في سؤال في إدارتي لإحدى جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد للمحافظ السابق، تحدث لي عن 84 تريليون دينار ككتلة نقدية. اليوم أتفاجأ بأن الرقم الحقيقي للكتلة النقدية 93 تريليون. هذه التعامل مع هذا الكتلة النقدية الكبيرة التي أستطيع أن أشبهها ب جبل جليد متحرك، ربما ستكون إحدى التحديات التي تواجه الحكومة. قضية الطاقة والوقود الإحفوري والغاز المصاحب وقضية حرق الغاز، كل التقارير الدولية تشير إلى أننا ما نستورده من الغاز الآن ربما الذي نحرقه أكثر منهم بمرة مضاعفة. توجه هذه الحكومة باتجاه جولة التراخيص الخامسة وهو الاستثمار في الغاز المصاحب ربما هي أحد الخطوات الجريئة لهذه الحكومة، رغم أن هذا المشروع قد تأخر منذ حوالي 4 سنوات. قضية البطالة ومعالجة البطالة أيضا هي تحدي كبير للحكومة، برنامج باتجاه تنمية القطاع الخاص ومكافحة الفساد
وأتمتت النظام المالي وأتمتت أيضا نظام الضرائب والمنافذ الحدودية.